أعزائي صباحكم سعيد، متواصلين معكم بفقراتنا. ومؤسسة الغذاء والدواء هي من أهم المؤسسات اللي بتنظم قطاع الغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية. معنا بها الصباح مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء بالوكالة دكتور محمد الخرشة للحديث عن تنظيم القطاع وعن استخدام الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية. تفاصيل عديدة بها الصباح مع دكتور محمد. صباحك سعيد، أهلا وسهلا. صباح الخير، شكرا للاستضافة. دكتوري، بداية منقول إحنا تنظيم القطاع، قديش مهم تنظيم قطاع الرقابة على الغذاء في الأردن وخصوصا فيما يتعلق بالأكياس؟ شكرا جزيلا. يمكن هو أحد المواضيع اللي بتمس حياة المواطنين مباشرة يوميا، وأحد المواضيع اللي تم التطرق إليها مؤخرا سواء في الإعلام أو حتى بالقطاع الاقتصادي. طبعا ربما البعض يعتقد بأنه الرقابة على الغذاء اللي بتقوم فيه المؤسسة أو الدواء هو يعني موجه ناحية المادة الغذائية نفسها فقط، لكن هو الحقيقة الموضوع أكبر من هيك وأكثر تعقيدا، وهنالك تفاصيل كثيرة ربما المواطن ما بيعرفها أو لا ينظر إليها، لأنه هنالك ثقة متبادلة ما بيننا وما بين الناس بأنه كل غذاء بأشكاله المختلفة بعبواته آمن. اللي يجب أن يعرف الجميع بأنه الغذاء أي مادة تقع على تماس مع سطح المادة الغذائية أو تحتوي على المادة الغذائية هي تصبح جزء منه، لأنه تؤثر وتتأثر بهاي المادة الغذائية. بالتالي العبوات البلاستيكية، العبوات المعدنية، العبوات التتراباك، الكرتون، الورق، كل ما له علاقة أو تماس مع المادة الغذائية يصبح جزء من هذه المادة الغذائية وتتم الرقابة عليه وإجازته. مواد التعبئة والتغليف كاملة بدون استثناء تتم إجازتها من قبل أقسام متخصصة من مجموعة من الموظفين عالي الاختصاص، وبالتالي ينظموها كما هو معمول في العالم. احنا الأردن الآن لا نطلب فقط الحدود الدنيا من المأمونية، احنا وصلنا إلى مرحلة وربما كل واجهتنا تهاني كثيرة بأنه احنا في الإقليم احنا الرابع مستوانا في مأمونية الغذاء، وعلى مستوى العالم من الدول العشرة الأولى في مأمونية الغذاء، لأنه حطينا سقف عالي. هذه أمانة ومسؤولية والحمد لله نقوم بها بما نستطيع من إمكانيات. موضوع تنظيم قطاع البلاستيك أو العبوات البلاستيكية اللي تستخدم الغاية من استخدامها هي لخدمة الغذاء. على سبيل المثال كوب القهوة، على سبيل المثال الأكواب البلاستيكية للقهوة السادة، أكواب الشاي، الأكياس اللي تحمل فيها اللي يتم استخدامها عند شراء أي مادة غذائية من الأسواق. هذا قطاع بالعالم أصبح جزء أساسي من المادة الغذائية، وبالتالي أي مادة غذائية وإن كانت آمنة إن لم يكن هذا الكيس أو هاي العبوة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية هي تصبح مادة غير مقبولة ولا يسمح حتى باستيرادها. الآن كل ما يرد إلى البلاد من مواد أولية سواء كرتون، ورق مقوى، سواء عبوات بلاستيكية، سواء عبوات حديدية، كل ما له علاقة بالغذاء يطلق عليه تسمية مضاف غذائي غير مباشر، يعني لا يدخل بتركيبة الغذاء ولكن يحتويه، بيأثر على الغذاء. طبعا يؤثر على الغذاء لا شك ويصبح جزء منه. حتى العامل، احنا ليش دائما بنطلب مثلا الشهادة الصحية من عامل في مطعم او يقدم خدمة بداخل الطباخ؟ لانه هو على تماس مع الغذاء. نعم. يؤثر ويتأثر، وبالتالي احد العناصر المهمة. بالتالي هاي المواد عندما يتم إجازتها تصبح آمنة، أو نأخذ كل الضمانات الكافية في بأن تكون آمنة ومنظم القطاع جزئيا. يعني نستطيع القول بأننا راضيين لحد الآن على المواد التي يتم استيرادها. هل هذه كلها مواد أولية؟ لكن هنالك مواد تصنع محليا وهنالك مصانع كبيرة وهناك قطاع اقتصادي لا بأس به في مجال صناعات العبوات أو المواد البلاستيكية التي تستخدم لغايات الغذاء، لغايات خدمة الغذاء. كل شيء تقريبا دكتور، يعني احنا الخبز بناخده بالأكياس البلاستيكية،
القهوة، الشاي، الخضار، القهوة، الشاي، كله بالعبوات البلاستيكية. هذا صحيح. إذا يجب أن تكون هذه العبوات على الأقل نقول بأنه هاي العبوات آمنة للغاية التي وجدت من أجلها، لأنه إحنا بنتحدث عن عبوات توضع في الميكروويف، نعم، عبوات توضع في الفريزر، عبوات ينحط فيها الشاي ساخن أو مشروبات الساخنة، مشروبات باردة إلى آخره. هاي كل عبوة من هاي العبوات كمادة أولية مصنعة مسموحة للاستخدام في هاي الحالة؟ هذا هو السؤال. يمكن الخطر بالأشياء الساخنة أكثر دكتور؟ ليس بالضرورة، لأنه الأثر قد يكون في بعض الأحيان حتى بالفريزر، لأنه بنزل درجة حرارة المادة أو المكونات تحت هذه المادة، وبالتالي عملية الارتحال إلى المادة الغذائية تصبح أسهل. هذا حسب طبيعة الاستخدام. هذا السؤال اللي طرحناه على أنفسنا، وبالتالي قمنا بطرحه أيضا على القطاعات الاقتصادية صاحبة الشأن في هذا الموضوع. نتحدث عن المصانع البلاستيك، نعم، في الأردن، والحقيقة كانت في استجابة رائعة من قبلهم، لأنه كثيرين يجدوا صعوبة في تصدير مواد غذائية في هذه العبوات أو هذه الأنواع من البلاستيك المستخدم، لأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية. نعم. وهنالك مواصفة قياسية أردنية، وقمنا بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس اللي هي أساسية في عملنا، لأنه إحنا نتبع دائما سند قانوني. السند القانوني هو المواصفة القياسية أو القواعد الفنية، وعلى هذا الأساس بدأنا، والحمد لله كان في تقبل كبير جدا من قبل هذه الصناعات. وإحنا عندنا دائما رؤية بالمؤسسة، موضوع الشراكة نطبقه من سنين. هذه الرؤية بأنه أي قرار له تماس مباشر مع أي قطاع اقتصادي أو قطاع هام عامل في المملكة يجب التشاور. يعني دكتور إذا بدنا نحكي عن الأكياس البلاستيك، هلأ كل الأكياس البلاستيك اللي تصنع في الأردن هي مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وهي آمنة الاستخدام؟ لأنه هاي مقلقة، خصوصا لما بنقرأ تقارير أنه أحيانا تؤدي على المدى البعيد إلى إصابة بأمراض مزمنة ومنها السرطان، ويعني هي مش يعني هي خطرة، يعني من المواد الخطرة اللي بنتداولها بشكل يومي. هذا صحيح، صحيح 100%. وعلى هذا الأساس بدأنا بالتوجه ناحية هذا 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 المشروع. هذا مشروع وطني وليس خاص فقط بالمؤسسة، هو خاص بالمؤسسة، بالقطاع الاقتصادي العامل في هذا المجال، بالمواطنين وصحتهم، لأنه بالنهاية احنا بنقول دائما أي خطر صحي يترتب على أي مواطن هو ضغط على الخدمات الصحية. صحيح. بالنهاية هي كلف. يرفع الكلف. بالتالي احنا نعتبر جزء من ما يسمى بالطب الوقائي. بمعنى انه قبل وقوع المشكلة، نعم، تعمل ما يلزم لعدم حدوثها. هذا موضوع طبعا مهم جدا وخطير جدا، وهنالك بالعالم توجه كبير ناحية تنظيم هذه القطاعات. الآن هل هي مطابقة للمواصفة أو غير مطابقة للمواصفة؟ الأغلب نعم، أستطيع القول بأنه هي مطابقة للمواصفة، لكن للمصانع المرخصة، لأنه هنالك كم كبير من مصانع أخرى غير مرخصة أو مصانع في الظل لا يعلم عنها أحد، تستخدم مواد غير معروفة المصدر، وعادة تكون من مواد يتم إعادة تدويرها. هاي كنت بدي أسأل، إمتى البلاستيك بيكون آمن وإمتى نعم بيكون مش آمن دكتور؟ الآن كيف يمكن أن يكون هذا البلاستيك آمن؟ أول شيء، وهو هذا متطلب رئيسي والكل يعرفه، أن يكون البلاستيك المستخدم من مادة أصيلة اللي هي فيرجن، إحنا ما يسميه شكل الفيرجن، اللي هو مادة نقية مش مدورة، غير مدورة. هذا الأساس. وملاحظته من قبل الناس سهلة جدا، وهذا حق ترى من حقوق الناس يجب أن يطالبوا فيه. التفريق هو باللون. أي مادة، نعم، أي مادة أو أي كيس لونه غير أبيض حليبي شفاف هو يحتوي على مواد مدورة معاد تدويرها. أبيض شفاف، نعم، إذن يجب أن يكون لون حليبي شفاف. طبعا الابيض هو اللون السائد، لكن هو حليبي ان 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 امعنا النظر فيه فهو حليبي شفاف، ولا يحتوي على اي تموج في اللون. هذا يعني بانه مصنوع من
مادة بلاستيكية. يعني الملون هو 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 معد تدويره، في الأغلب معد تدويره. وفي الصناعات الغذائية، في المواد الغذائية، يعني لما نروح على محل الخبز على سبيل المثال، يجب أن يكون أبيض شفاف، وبالتالي لا يوجد أي مادة كيميائية بداخل مكونات هذا الكيس قد تنتقل إلى لأن الخبز بناخده سخن ويومياً يعني هذا، وبالتالي هنالك مشكلة في هذا الموضوع. هذا أعتقد الموضوع منظم، يعني كان هنالك قرار حتى لنقابة المخابز بعدم استخدام الأكياس المعاد تدويرها من مادة بلاستيكية معاد تدويرها. لكن هنالك أكياس تستخدم في قطاعات أخرى ملونة. نعم. هل هذا هو اللون مسموح؟ المعطيات الأولية تقول بأنه ليس، يجب أن لا يكون مسموح، لأنه قد يؤدي إلى عملية ارتحال بعضها من هذه المكونات إلى المادة الغذائية وبالتالي نتناولها. الخطورة حقيقة في موضوع الخضار قليلة، الخضار والفواكه، لأنه لديها قشرة تحميها من عمليات الارتحال. دكتور، موضوع استخدام الأكياس الورقية اللي هلأ عم بتتوجهوا لتطبيقه، سيكون على أي مواد غذائية ولمين رح يكون، ومفروض على مين استخدام الأكياس الورقية؟ شكرا جزيلا لهذا السؤال. ربما هو كان السؤال اللي حير كثيرين. هو استخدام في بعض الدول في العالم توجه تمليه العقلية أو التفكير لبعض الناس، بمعنى أنه أنا بستخدم الكيس الورقي أكثر من مرة وبالتالي لا أضر في البيئة. هذا يعتمد على مستوى الوعي لدى الناس، لكن هو ليس ملزم. بالنسبة لنا لن يكون ملزم. إحنا ما هو ملزم أن تكون المادة أو الأكياس البلاستيكية المستخدمة لنفس الغاية آمنة. هذا هو، وهذا ما اتفق عليه الأسبوع الماضي. إحنا طبعا عندما أطلقت هذه الفكرة وهذا التوجه، وهي ضمن خططنا التنفيذية، يعني لا هو ليس اعتباطا، وتم إطلاقها في أحد الندوات اللي تمت من قبل جمعية مستثمري شرق عمان، وبدأنا بتطبيق المراحل الأولى من هذه الفكرة وهي المرجعيات القانونية. هنالك مواصفة قياسية أردنية وقاعدة فنية يجب الالتزام فيها، هنالك تعليمات للمواد المستخدمة في المواد الغذائية، المواد البلاستيكية المستخدمة في اللي هي مواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى أنه هنالك مواصفة قياسية عالمية كمرجعية، خطوط أو دلائل إرشادية مع بعضها البعض، هي المرجعية القانونية، وتم الاتفاق عليها في اجتماع الأسبوع الماضي مع غرفة صناعة الأردن وممثلين عن القطاع. نعم. والحقيقة أنا من خلال هذا المنبر بشكرهم شكر كبير، لأنه حقيقة كان هنالك رغبة واهتمام كبير جدا في تنظيم هذا القطاع، لأنه هذا القطاع هنالك وحدات عمل كثيرة داخل هذا. نعم. القطاع هنالك نجاحات كبيرة داخل هذا القطاع، وبالتالي ستقوم المؤسسة كبيت خبرة، كجهة استشارية، بتقديم ما يلزم لغايات زيادة برضو القدرة التصديرية لهذا القطاع. هنالك علم متخصص ودقيق جدا في موضوع المختبرات اللازمة للفحص، ما هي المواد اللي يجب أن يتم فحصها، ما هي المواد المسموحة والغاية من الاستخدام. يعني ربما بعض المواد تسمح لاستخدام معين ولكن ليست مسموحة لاستخدام آخر. نعم. وهذا هذا هذا تنظيم القطاع يحتاج فعلا الى وقفه، وكانت الوقفه بمستوى المسؤوليه الاسبوع الماضي، وسنستمر ان شاء الله. هنالك لقاء سيتم عقده مباشره بعد العيد لاستكمال الاجراءات، ونحن يعني سيتم تطبيقه على مراحل اعتبارا من السنه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله، يعني راح يكون لنا حديث اخر للحديث ولإلقاء الضوء على المنجزات في هذا الموضوع، يعني وفي هذا القطاع وفي هذا الموضوع تحديدا، قديش مهم انه تتخذ الخطوات الجديه لحتى نقدر مثل ما ذكر دكتور، يعني هو طب وقائي. نعم. حتى نقدر نقي المواطنين من خطر التعرض لبعض
الاشعاعات او يعني خلينا نقول الاشياء اللي بتطلعها الاكياس التراكمات التراكمات نعم. اللي بتاذي المواطنين نعم. بدي اشكرك وبدي اشكر دائما مؤسسه شكرا. الغذاء والدواء على جهودها للحفاظ على صحه المواطن الاردني. يعطيك الف عافيه دكتور محمد. شكرا جزيلا للاستضافه. شكرا جزيلا. اعزائي متواصلين معكم بفقراتنا لكن بعد الفاصل خليكم معنا.